أكثرا بعد عين. هكذا أضحت مزارع النخيل هذه بعد أن لفحها لهيب العطش لمدة ليست بالقصيرة. يعاني المزارعون في بلدية الغريفة من شح المياه العذبة التي لم تروي المزارع في المنطقة منذ فترة نتيجة شحها وانخفاض منسوبها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو وضع يفسر اختفاء أشجار النخيل والزيتون من بعض المزارع، وبقي وجودها محصورا بتوفر أنظمة الري الصناعي في ظل ارتفاع نسبة ملوحة المياه القريبة من السطح وتراجع منسوب الأمطار، أمر دفع المزارعين لحفر آبار أعمق بحثا عن مياه تحيي نخيلهم، وهو ما يكلفهم مصاريف باهظة للمعدات والتجهيزات. طبعا الزراعة أصبحت كلفتها كثيرة من ناحية غلاء البذور وغلاء الأسمدة، غلاء المبيدات، غلاء المعدات، وفي انعدام البعض منها، وأصبحت المياه نعاني منها بشكل كبير لأن منسوبها انخفض إلى درجة كبيرة. المشكلة هي إحنا كأننا بنعود إلى التصحر، لأن الغطاء النباتي نحتاج للماء. طبعا مياه الأمطار شبه مفقودة، المياه الجوفية أيضا حتى هي يعني أصبحت بعيدة على شكل بعيد. الأشجار بدأت، الأشجار الغابات اللي هي مثل بالذات مثل النخيل بدأت خلاص تنتهي، يعني إلا في الأماكن اللي هي تروى بالري الصناعي، يا أما بالتقطير يا أما بالري الغمر. منذ 15 عاما تكاتفت جهود أصحاب المزارع التسع القريبة من هنا لحفر بئر ارتوازية بعمق 200 متر لري أشجارهم ومحاصيلهم، لكن مشكلة الملوحة لاحقتهم في جوف الأرض ما اضطرهم إلى الحفر لأعماق أكثر. يتزامن هذا مع غلاء الأسمدة والمبيدات في ظل غياب الدعم الحكومي الذي كان يقدم للمزارع سابقا والمتمثل في القروض والتسهيلات لصيانة الآبار وحفرها. نطلب من الجهات المعنية دعمنا بكل ما بكل الوسائل حتى نتوصل لحل هذه المشكلة. واصبحت والآن احنا جنوب منطقة الجنوب منطقة تصحر كثيرة جدا، يعني عندنا مئات من النخيل ماتت بالالاف، زيتون ونخيل واصبحنا والآن خاصة في منطقة بريك نعاني حتى من مياه الشرب. يعني أصبح المواطن يعني صراحة عدم وجود السيولة وعدم الدعم أصبحنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ترتفع كلفة الزراعة يوما بعد يوم، وخطر التصحر يحدق بالمنطقة، غير أن المزارعين يواصلون محاولاتهم بمجهود ذاتي أملا ألا يتأخر الدعم قبل أن تدركهم الرمال.